مشاهد متكررة في أغلب المدارس العراقية، ثلاثة تلاميذ في مقعد مخصص لأقل من هذا العدد، وزحمة في الصف الواحد تصل إلى 40 طالبا، بينما يكون العدد النموذجي يفترض أن يصل لقرابة 30 تلميذا، إضافة إلى صعوبات أخرى تشمل المنهاج ونقصا في الطاقم التعليمي. بعض المدارس فيها عدة دوامات، دوامات ثلاثية، وبعض المدارس قليلة دوام رباعي فيها، ما يأثر على سير التدريس وتقليص أعداد الحصص والأوقات التي يحصل عليها الطالب من خلال العملية التربوية. خبراء علم الاجتماع ينسبون زيادة أعداد السكان بسبب عدم وجود قوانين تحد الإنجاب، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الطلبة في المدرسة الواحدة لتصل إلى 1000 طالب، يقابلها عدم استحداث أبنية ومشاريع حديثة خاصة بقطاع التعليم، ما يؤثر بشكل مباشر على مستوياتهم العلمية. حسب التعليم الحديث والتعليم التفاعلي هنالك 15 طالب، لا يتجاوز العدد عن 20 أو 25 طالب في الصف الواحد، ويكون بأسلوب التفاعل، أي معنى أسلوب الجروبات. هذا الأسلوب غير موجود في العراق. 70 طالب أو 80 طالب، متى يستطيع المعلم إيصال المادة العلمية للتلاميذ أو الطلاب، ومتى يستطيع أن يختبر هؤلاء الطلاب والتلاميذ للوقوف على مستواهم العلمي؟ وزارة التخطيط تعمل على وضع خطة 5 خاصة تراعي زيادة أعداد السكان وحاجتها في توفير الخدمات لها، وأبرزها ملف التعليم الذي سيشهد استحداث أبنية تنهي الدوام المزدوجة خلال السنوات 3 القادمة. قطاع التعليم حقيقة يعد محورا أساسيا، بل مرتكزا أساسا مرتكزات التنمية، وبالتالي إذا أردت أن تحقق تنمية حقيقية في البلد عليك أن تهتم بالتعليم. ولذلك اليوم توجهات الحكومة بنحو عام وسياساتنا التنموية هو باتجاه تحسين مستوى التعليم، والتحسين هذا حقيقة لا يقتصر على جهة معينة، إنما يشمل بدءا من الملاكات والكوادر التعليمية أن تكون يعني على مستوى جيد وكفاءة عالية. نتحدث عن مناهج التعليم، ونتحدث أيضا عن المباني والمنشآت الخاصة بالتربية. الطلبة بدورهم طالبوا الجهات المعنية بتطوير واقع التعليم والعمل على تحسين المنهاج العلمي واعتماد الطرق الحديثة المتوفرة في المدارس الأهلية في العراق ومدارس الدول المتطورة. تطوير الأساليب الدراسية، تطوير المواد الدراسية، كذلك الكتب، يعني الأبنية كالمدرسة، الصفوف، الساحة، يعني لتوفير الأجواء الملائمة للطالب. أن يكون التعليم حديث وبأسلوب حديث لكي يزداد الوعي والفكر والثقافة لنا كطلبة جميعا. ولا تزال أبنية مدرسية عديدة لم تنجز بالكامل حتى هذه اللحظة، رغم مضي سنوات على الشروع بالعمل بها، يقابل ذلك زيادة سكانية تصل 1 مليون نسمة سنويا في العراق حسب وزارة التخطيط. ووفق وزارة التخطيط، فإن نسبة الزيادة السكانية في العراق تحتاج إلى بناء ما يقارب 8000 مبنى مدرسيا لفك الخناقات الحاصلة أثناء الدوام ولإنهاء حالة الدوام المزدوجي في المدرسة الواحدة. أحمد جمعة، الحرة، صلاح الدين.